عرفت ايه المشكله اصلا؟ بس مش مهم عندك المشكله، ما انا هاكل ازاي وانا متضايق اصلا؟ ده الف ب. اشهر واسحم مطعم في مصر اللي بينزل من المطار بيجي عليه مخصوص، حجوجه. اول ما دخلت كده طبعا ويتنج ليست، مع اني جاي بدري الساعه 3، ادوني زي تيكت كده وقاعد مستني. مشكله ان الساعه 3 وما شاء الله في اكتر من 100 واحد ويتنج ليست. بس الغريب بقى وانا باخد التيكت كده عشان بستنى، لو انت بتقول عدد الاشخاص وكده، شايف كراسي فاضيه كتير قوي بره، يعني ولا واحد تقريبا بره. مش عارف الزحمه دي ليه الصراحه، لما نشوف. يا دوب 10 دقايق بكتير، ربع ساعه ماكسيمم، ودخلنا قعدنا. قعدنا فين برضو؟ قعدنا بره. طب ما اكمل اول يا جماعه، هطلب بقى واقول لكم يلا بينا. مستني ياذنوا ان احنا ناخد الاوردر ونط. انتظار بره وانتظار جوه. هو في يا جماعه انا نفسي اطلب اوردر، والله العظيم الناس عماله تعدي من ورا، انا حاسس ان انا هوا. لو سمحت اوردر. هو بيروح كده مش بيجي كده، هو خلص وبيروح كده. مش متضايق اصل هو خلص قال لي هجيلك، لقيته راح كده. انا نفسي اعرف العيش نزل على ايه. انا حاسس ان انا هوا. عايز اقول لك عدد الترابيزات اللي ورايا واللي جنبيا واللي بعديا وانا مفيش. واحنا اول ترابيزه، يعني انا هوريكم الترابيزه بتاعتي فين، هي في الاول والصف كله مكمل عليا. عرفت ايه المشكله اصلا؟ بس مش مهم عندك المشكله، ما انا هاكل ازاي وانا متضايق اصلا. ده الف ب من الاوردر. عايز اكتر حاجه عندكم تطلب، انا ما اعرفش حاجه اول مره. خلينا بص نمسك حاجه حاجه، ناخد منها حاجه. المشاوي مثلا، ايه اجمل حاجه؟ ستيك وسلطه دوني، ربع ستيك ماشي. طاجن باميه عكاوي، عكاوي بليه بصل. بس اجمل حاجه ايه؟ عكاوي بصل. الرواق طبعا لا عادي. طبق كده شفته، رز بني. اه ده جامد. ده اللحمه اللي فوق دي، اللحمه اللي فوقها لحمه بتل دي مش صح؟ ماشي. هات المنابل عمده. السلطه طحينه وخضره. في حاجه تانية حلوه مميزه مثلا؟ يعني كنسل السلطه وخلي الطماطم والترانشات دي مع الطحينه. طلبت الاوردر وقعدت مستني. اول حاجه نزلت السلطات، سلطه الطحينه وجرجير مع طماطم متبله وبصل. الطحينه تحفه. الجامد ان هم اللي بيخبزوا العيش بتاعهم سخن كده مع الطحينه، الصراحه طعمها حلو قوي. والطماطم المتبله والبصل كده لا جامد. نبتدي باول حاجه، منابل عمده. رز بني كده بالمكسرات وعليه لحمه متحمره. ناخد كده معلقه. حلو قوي. قرفة مع الزبيب جامد. خش بقى اللحمة صراحة بيدي بقى، معلش. بسم الله. حلو قوي اللحمة، مستوى حلو قوي والتحميرة كده جامدة. ناخد كده معلقة رز مع حتة اللحمة على الوش. اوه على الجمال. بق وسكة حلال بقى. يا لهوي جامد. نركن كده منابل عمدة. خش بقى على ايه؟ طاجن العكاوي والبصل. طاجن اهو، نقلب كده. اوب نخش على العكاوي. للأسف هاكلها بالشوكة عشان ما تلسعش، هي دايبة حرفيا والله. حلو قوي، حلو قوي قوي قوي. ولا كلمه. الستيك وصل 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 وصل. ناخد كده حته ستيك بقى. اوبا يلا بسم الله. لطيف ما جاش معايا انا، بالنسبه لي الباقي اجمل بكتير الصراحه. ناخد حته كده ايه بقى بالطحينه. بسم الله. الطحينه بتاعتهم خطيره، خلت الستيك جامد والله. رقاق باللحمه المفرومه، اكتر حاجه سمعت عنها في المكان ده ان هي خطيره. يلا بينا كده. بيجي اربع قطع رقاق كده صغيرين، قطع كده قطعه زي ما انتم شايفين كده مليانه لحمه. انا عرفت الناس كلها قالت لي ايه، اوعى تيجي هنا وما تطلبش رقاق. الرقاق حاسس انا رحت لجدي في البلد والله العظيم وكلته. الله يرحمك يا جدو. نغرقه كده في الطحينه. يا جدعان ملوش حل، ملوش حل. الحساب 1282 جنيه، يعني قول 1300 جنيه. قولوا لي في الكومنتس بقى غالي ولا رخيص. شايفه لطيف، هو كواليتي الحاجه صراحه حلوه قوي، بس انا حاسه في حاجات غاليه وفي حاجات تمام افريج. من الاخر حجوجه بيعمل اكل مصري شرقي بلدي، يعني حط تحت من البلد ده 100 خط، اللي هيفهم الاجواء دي هيعرف. شويه اكل حلوين قوي، رقاق باللحمه المفرومه مخدوم حرفيا، لحمه وكواليتي وسمنه وكل ده، ولا كلمه صراحه. الحاجه الوحيده اللي قلشت بالنسبه لي هو الستيك، لا بيشد كده وما عجبنيش خالص الصراحه. بس بالنسبه للعكاوي، منابل اللحمه ده اللي هو الرز البني مع المكسرات مع الزبيب يعني وبالقرفه، عالمي. بس بعيد بقى عن المشكله حصلت في الاول اللي هو التنظيم بمعنى صح في الدخول والكلام ده كله، والاوردر ياخد وقت قد ايه والكلام ده كله. لا الاكل يستاهل الصراحه، يعني الزحمه دي مش من فراغ. فاكيد هو جامد عشان الزحمه دي كلها والمنظر ده، تيجي صبح تيجي بالليل تيجي الساعه 3 العصر في يوم مش ويك اند تلاقي الزحمه دي كلها. فلا هو يستاهل الصراحه. فقولوا لي في الكومنتس المشكله دي بتحصل على طول ولا انا حظي اللي وحش؟ فشير وسيب للفيديو وانشر لصاحبك وافضل على كل فيديو. ان شاء الله اي حاجه بتدعم القضيه، الدعاء نبطل نجيب اللي ما يتسموش. سلام.